بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء. النهاردة كمان في شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الجو النهارده. احنا طبعا اليوم بيستمر معانا الاستقرار التام في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. درجات الحراره هيكون فيها ارتفاع طفيف وبشكل تدريجي اليوم وخلال الايام المقبله ان شاء الله، لان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد المرتفع الجوي، هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، يعني ما فيش اي فرص لسقوط الامطار، بل بالعكس هنحس بالدفء والاستقرار في الاحوال الجويه والاجواء الخريفيه اللطيفه فتره النهار على السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، اجواء معتدله على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار، وتحديدا كمان بيكون في فتره الظهيره. مع غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن الانخفاض ده بيكون ملموس اكثر ومحسوس بشكل كبير خلال فترات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، مزيد من الاحساس بالبروده والاجواء ما بين البارده الى المائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه كمان في المدن الجديده، الاماكن اللي لها ظهير صحراء بشكل كبير، الاماكن المفتوحه بتحس بالبروده اكثر وانخفاض قيم درجات الحراره، بالاضافه كمان الكتل الهوائيه نسب الرطوبه فيها منخفضه، فبالتالي ده بيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره خاصه فترات الليل. الظاهره الجويه اللي دايما بتاثر في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه، الشبوره المائيه بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لان احنا لسه بنقول ان نسب الرطوبه منخفضه، فالشبوره المائيه مش هتاثر تماما على اي حركه مرور وبتتلاشى سريعا فور سطوع اشعه الشمس. بالاضافه كمان مع فترات المساء ودخولنا في فترات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح هنحس بيه في بعض الاماكن من القاهره الكبرى او شمال الصعيد او بعض المناطق من سيناء، نشاط الرياح ده هيكون غير مثير لاي رمال واسربه، لكن هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. يعني احنا نتوقع ان شاء الله خلال الايام المقبله يكون في ارتفاعات طفيفه في قيم درجات حراره. هتكمل معانا لحد امتى يا دكتور؟ يعني ان شاء الله الاستقرار في الاحوال الجويه هيكمل معانا على الاقل لمنتصف الاسبوع اللي جاي، يعني لحد يوم الثلاثاء اللي جاي الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، درجات الحراره هتتراوح ما بين 24 ل 26 عظمى على القاهره الكبرى، وده يعتبر حول المعدل او اعلى من المعدل بحوالي من درجه لدرجتين. مع يوم الاحد اللي جاي هيكون في فرص امطار، لكن هتكون على جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر او بعض المناطق من سيناء، لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، فبالتالي هي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، وكمان في اعتدال في سرعات الرياح في مناطق كتيرة من الجمهورية، وده بدوره أيضا بيؤدي لاعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بعد فترة الاضطراب، البحر الأحمر والبحر المتوسط مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، بس هي احنا بس لازم ناخد بالنا بشكل كبير من فرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، احساسنا بالبروده الكبير فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، فطبعا احنا بننصح كل المواطنين لازم نرتدي الملابس الشتويه، خاصه لو احنا من الناس اللي بتخرج فتره الصباح الباكر او بترجع من اشغالها فترات الليل المتاخر خلال الفتره اللي جايه، لان احنا تدريجيا كمان كل ما تقدمنا اكثر في شهر 12 واقتربنا من فصل الشتاء هنحس بالبروده وهنحس بانخفاض قيم درجات الحراره. انا كنت لسه عايزه اسال حضرتك السؤال ده، احنا لسه قدامنا شويه على بدايه فصل الشتاء بشكل رسمي، فتوصياتك ايه خلال الفتره دي؟ احنا طبعا فصل الشتاء هيبتدي رسميا 21 ديسمبر، يعني تقريبا 21 يوم او 22 يوم هيفصلنا عن بدايه فصل الشتاء، تدريجيا هنحس بالبروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، هتبدا فرص الامطار في بعض الايام تظهر على بعض المناطق الشماليه، فاحنا المهم جدا في الفتره دي هتبقى فتره انتقاليه، لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس ونبدا نتقل الملابس او نلبس الملابس الشتويه بشكل تدريجي، لان تغيير نوعيه الملابس ممكن يصبنا بنزلات البرد.
بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 24 والصغرى 16، العاصمة الإدارية 24-15، اسكندرية 23-14، العلمين الجديدة 22-12، مطروح 22-12، دمياط 22-17، بورسعيد 22-18، الإسماعيلية 24-14، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 15، العريش 23-14، كاترين 20-8، طابة 24-16، حلايب 26-22، شلاتين 27-21، شرم الشيخ 28-18، الغردقة 29-16، الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 12، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 28-13، أسيوط 25-9، سوهاج 26-12، قنا 29-14، الأقصر 28-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 15. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لجمانة وشاذلي نكمل معهم فقرتنا. شكرا لك.